يسرى علي ديفار يا مون عمور جامي نخليك ريزيستي بور توجور عايشين غير علاجها في الانصار تاعنا احنا عارفين باللي البطوله راح مرحله العوده راح تكون قويه. صحيح الفريق تاعنا عدى مرحله فراغ من المقابله تاع اتحاد الحراش وخاصه فريق مديريه العاصمه ما كناش، ومع هذا ان الهدف الثاني تاع مديريه العاصمه ما يعني كان وضعيه تسلل في حاله ما دخلنا الشوط الاول. انا نهضر معك يا لعبه، كون دخلنا في الشوط الاول منهزمين هدف صفر، ماشي كي تدخل الشوط الثاني منهزمين 2-0. ومع هذا ماشي باغي نغطي على الهزيمه، ولا الهزيمه كنا نسحقوها باسكو ما كناش بلا في الخطوط الثلاثه. التحكيم ثاني يلعب دور بطبيعه الحال، التحكيم يلعب دور. الهدف الثاني هو اللي اثر علينا بزاف، قلت لك هو اللي قتل المقابله. طارق يعني وضربه جزاء ثاني كانت داير يعني يقدر فيها شك، يقدر في الفريق معليش هذه كنت قادر. الفريق شنو بقى سنتنا بخير، ما فيه حتى مشكل ان شاء الله. لا ما نقولوش رانا بخير، ما نكذبوش على الانصار. الفريق تاعنا راه يمر بفتره فراغ، قلنا المقابله تاع الحراش فريق ما عرفناهش، واليوم في المقابله تاع مديريه العاصمه كان غايب. الكلمه الاخيره وتولي ان شاء الله اللاعبين تاعنا في الميدان، ان شاء الله نفرحوا اللاعبين تاعنا.